مرحبا بكم في تأمل. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل علامة الجرس. نرجو منكم الاشتراك بهذا البودكاست. اختر مكانا هادئ ومريحا لك، اجلس أو استلقي. احرص أن يكون عمودك الفقري مستقيما لتسمح لتيارات الطاقة أن تتحرك بسهولة تامة داخل جسدك. ابدأ بالتنفس بشكل هادئ ومريح. للحصول على نتائج أفضل استخدم سماعات ستيريو. هذا التأمل يأتيكم برعاية قانون الجذب والمجد. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي قانون الجذب مع مجد لنأخذ وعيك لمدارات جديدة. قانون الجذب مع مجد، غير كي تتغير. أحصل الآن على عمل رائع، لدي كل المؤهلات للحصول على أفضل وظيفة. أشتغل في المجال الذي يواتيني، عمل رائع يأتيني في الوقت المناسب. أستحق الحصول على الوظيفة التي أحلم بها. مسار مهني زاهر في انتظاري. أحصل الآن على الوظيفة التي أحلم بها. حياتي تتطور إلى الأفضل باستمرار. أتسلق أدراج التقدم بثبات. أترقى في وظيفتي بسرعة فائقة. لدي مهارات كافية للحصول على أفضل وظيفة. أسخر معارفي ومؤهلاتي للقيام بعمل متقن. الكل يحترم التزامي في العمل. أحصل على راتب كبير من الوظيفة التي أمارسها. أتلقى راتبا كبيرا لأنني أستحق. أساعد زملائي دائما. الناس منبهرون من إتقاني وتفاني بالعمل. فرص مدهشة في انتظاري. أعيش في نجاح دائم. أعمالي تحقق لي الوفرة في حياتي. الأمور دائما تنقلب لصالح. أعيش في عالم مليء بالفرص المتجددة. أعيش في حقل شاسع لفرص كثيرة وكبيرة. أستمتع بعملي كل يوم. أفتخر بوظيفتي. أحقق النجاح تلو الآخر. ثقتي بنفسي تسهل علي الحصول على العمل الذي أريد. مساراتي المهنية مصدر للافتخار. مساري المهني مدهش على كل المستويات. أنا متناغم مع طاقة الوفرة. أنا إنسان محظوظ. المال والوفرة
ينجذبان نحوي. أنا مغناطيس للنجاح. أنا مغناطيس للمال. أحصل على راتب كبير من الأعمال التي أمارس. أحقق حلمي بالحصول على الوظيفة التي أريد. عملي يسهل علي حياتي. عملي يوفر لي الحرية. الوظائف تعرض علي وأنا أختار ما أحب. أجذب العمل المناسب لي تماما. أوظف ما تعلمت لأحقق الأفضل في مساري المهني. لدي الوقت الكافي لتأدية واجبي والاستمتاع بحياتي. أنا إنسان متقن لعملي. أستمتع بعملي كثيرا. أتقن مجالات متعددة. تجاراتي رابحة. عملي الجديد متناسب مع أهدافي. عملي الجديد متناسب مع رؤيتي للحياة. أنا متناغم مع طاقة النجاح. أنا متناغم مع طاقة المال. أنا متناغم مع الطاقة الإيجابية الكونية. أحمد الله دائما وأبدا. الله يساندني في كل ما أفعل. الله يسخر لي خيراته. أشكر الله على فضله علي. أعلم أن وظيفة أحلامي في انتظاري. لدي المميزات الأفضل للفوز بالوظيفة التي أريدها. عملي يوفر لي أرباحا كبيرة. ينتظرني مسار مهني مدهش. تجارتي توفر لي الوفرة والغنى. أسمح الآن باستقبال العمل الذي أحلم به. أصنع الحياة التي أتخيلها. أنا أعيش أحلامي الآن. أنا قادر على تحقيق أحلامي في الواقع. أجذب جميع الظروف وظروف النجاح. أساعد الناس بعملي. أساعد الناس بمالي. المال ينهمر علي في حياتي. عملي يفتح لي آفاقا كانت مخفية عني. ما أروع طعم النجاح. أوفر لنفسي كل ما أريده. أوفر لأسرتي وأحبائي كل ما يحتاجون. الوفرة في طريقها إلي. أتخيل ما أريد وأحصل على ما أريد. أنا ملك حياتي في هذا العالم. عملي يناسب تطلعاتي. أتعلم باستمرار. في كل يوم أضيف معارفا جديدة لرصيدي. أحب تأدية واجب باستمرار. أقوم بتحليل دائم لمعارفي. أستطيع التأقلم مع جميع الظروف. أتعامل مع الصعاب بحنكة كبيرة. أعلم أن المصاعب وجدت لتجعلني أقوى. أتحدى نفسي وأضع مهاراتي في اختبار مستمر.
أنا ناجح. أحصل الآن على عمل رائع، لدي كل المؤهلات للحصول على أفضل وظيفة، أشتغل في المجال الذي يواتيني، عمل رائع يأتيني في الوقت المناسب، أستحق الحصول على الوظيفة التي أحلم بها. مسار مهني زاهر في انتظاري، أحصل الآن على الوظيفة التي أحلم بها، حياتي تتطور إلى الأفضل باستمرار، أتسلق أدراج التقدم بثبات، أترقى في وظيفتي بسرعة فائقة، لدي مهارات كافية للحصول على أفضل وظيفة، أسخر معارفي ومؤهلاتي للقيام بعمل متقن، الكل يحترم التزامي في العمل، أحصل على راتب كبير من الوظيفة التي أمارسها، أتلقى راتبا كبيرا لأنني أستحق، أساعد زملائي دائما، الناس منبهرون من إتقاني وتفاني بالعمل، فرص مدهشة في انتظاري، أعيش في نجاح دائم، أعمالي تحقق لي الوفرة في حياتي، الأمور دائما تنقلب لصالح، أعيش في عالم مليء بالفرص المتجددة، أعيش في حقل شاسع لفرص كثيرة وكبيرة، أستمتع بعملي كل يوم، أفتخر بوظيفتي، أحقق النجاح تلو الآخر، ثقتي بنفسي تسهل علي الحصول على العمل الذي أريد، مساراتي المهنية مصدر للافتخار، مساري المهني مدهش على كل المستويات، أنا متناغم مع طاقة الوفرة، أنا إنسان محظوظ، المال والوفرة ينجذبان نحوي، أنا مغناطيس للنجاح، أنا مغناطيس للمال، أحصل على راتب كبير من الأعمال التي أمارس، أحقق حلمي بالحصول على الوظيفة التي أريد، عملي يسهل علي حياتي، عملي يوفر لي الحرية، الوظائف تعرض علي وأنا أختار ما أحب، أجذب العمل المناسب لي تماما، أوظف ما تعلمت لأحقق الأفضل في مساري المهني، لدي الوقت الكافي لتأدية واجبي والاستمتاع بحياتي، أنا إنسان متقن لعملي، أستمتع بعملي كثيرا، أتقن مجالات متعددة، تجاراتي رابحة،
عملي الجديد متناسب مع أهدافي. عملي الجديد متناسب مع رؤيتي للحياة. أنا متناغم مع طاقة النجاح. أنا متناغم مع طاقة المال. أنا متناغم مع الطاقة الإيجابية الكونية. أحمد الله دائما وأبدا. الله يساندني في كل ما أفعل. الله يسخر لي خيراته. أشكر الله على فضله علي. أعلم أن وظيفة أحلامي في انتظاري. لدي المميزات الأفضل للفوز بالوظيفة التي أريدها. عملي يوفر لي أرباحا كبيرة. ينتظرني مسار مهني مذهل. تجارتي توفر لي الوفرة والغنى. أسمح الآن باستقبال العمل الذي أحلم به. أصنع الحياة التي أتخيلها. أنا أعيش أحلامي الآن. أنا قادر على تحقيق أحلامي في الواقع. أجذب جميع الظروف وظروف النجاح. أساعد الناس بعملي. أساعد الناس بمالي. المال ينهمر علي في حياتي. عملي يفتح لي آفاقا كانت مخفية عني. ما أروع طعم النجاح. أوفر لنفسي كل ما أريده. أوفر لأسرتي وأحبائي كل ما يحتاجون. الوفرة في طريقها إلي. أتخيل ما أريد وأحصل على ما أريد. أنا ملك حياتي في هذا العالم. عملي يناسب تطلعاتي. أتعلم باستمرار. في كل يوم أضيف معارفا جديدة لرصيدي. أحب تأدية واجبي باستمرار. أقوم بتحليل دائم لمعارفي. أستطيع التأقلم مع جميع الظروف. أتعامل مع الصعاب بحنكة كبيرة. أعلم أن المصاعب وجدت لتجعلني أقوى. أتحدى نفسي وأضع مهاراتي في اختبار مستمر. أنا ناجح. أحصل الآن على عمل رائع. لدي كل المؤهلات للحصول على أفضل وظيفة. أشتغل في المجال الذي يواتيني. عمل رائع يأتيني في الوقت المناسب. أستحق الحصول على الوظيفة التي أحلم بها. مسار مهني زاهر في انتظاري. أحصل الآن على الوظيفة التي أحلم بها. حياتي تتطور إلى الأفضل باستمرار. أتسلق أدراج التقدم بثبات. أترقى في وظيفتي بسرعة فائقة. لدي مهارات كافية للحصول على أفضل وظيفة. أسخر معارفي ومؤهلاتي للقيام
بعمل متقن. الكل يحترم التزامي في العمل. أحصل على راتب كبير من الوظيفة التي أمارسها. أتلقى راتبا كبيرا لأنني أستحق. أساعد زملائي دائما. الناس منبهرون من إتقاني وتفاني بالعمل. فرص مدهشة في انتظاري. أعيش في نجاح دائم. أعمالي تحقق لي الوفرة في حياتي. الأمور دائما تنقلب لصالح. أعيش في عالم مليء بالفرص المتجددة. أعيش في حقل شاسع لفرص كثيرة وكبيرة. أستمتع بعملي كل يوم. أفتخر بوظيفتي. أحقق النجاح تلو الآخر. ثقتي بنفسي تسهل علي الحصول على العمل الذي أريد. مساراتي المهنية مصدر للافتخار. مساري المهني مدهش على كل المستويات. أنا متناغم مع طاقة الوفرة. أنا إنسان محظوظ. المال والوفرة ينجذبان نحوي. أنا مغناطيس للنجاح. أنا مغناطيس للمال. أحصل على راتب كبير من الأعمال التي أمارس. أحقق حلمي بالحصول على الوظيفة التي أريد. عملي يسهل علي حياتي. عملي يوفر لي الحرية. الوظائف تعرض علي وأنا أختار ما أحب. أجذب العمل المناسب لي تماما. أوظف ما تعلمت لأحقق الأفضل في مساري المهني. لدي الوقت الكافي لتأدية واجبي والاستمتاع بحياتي. أنا إنسان متقن لعملي. أستمتع بعملي كثيرا. أتقن مجالات متعددة. تجاراتي رابحة. عملي الجديد متناسب مع أهدافي. عملي الجديد متناسب مع رؤيتي للحياة. أنا متناغم مع طاقة النجاح. أنا متناغم مع طاقة المال. أنا متناغم مع الطاقة الإيجابية الكونية. أحمد الله دائما وأبدا. الله يساندني في كل ما أفعل. الله يسخر لي خيراته. أشكر الله على فضله علي. أعلم أن وظيفة أحلامي في انتظاري. لدي المميزات الأفضل للفوز بالوظيفة التي أريدها. عملي يوفر لي أرباحا كبيرة. ينتظرني مسار مهني مدهش. تجارتي توفر لي الوفرة والغنى. أسمح الآن باستقبال العمل الذي أحلم به.
أصنع الحياة التي أتخيلها. أنا أعيش أحلامي الآن. أنا قادر على تحقيق أحلامي في الواقع. أجذب جميع الظروف وظروف النجاح. أساعد الناس بعملي. أساعد الناس بمالي. المال ينهمر علي في حياتي. عملي يفتح لي آفاقا كانت مخفية عني. ما أروع طعم النجاح. أوفر لنفسي كل ما أريده. أوفر لأسرتي وأحبائي كل ما يحتاجون. الوفرة في طريقها إلي. أتخيل ما أريد وأحصل على ما أريد. أنا ملك حياتي في هذا العالم. عملي يناسب تطلعاتي. أتعلم باستمرار. في كل يوم أضيف معارفا جديدة لرصيدي. أحب تأدية واجبي باستمرار. أقوم بتحليل دائم لمعارفي. أستطيع التأقلم مع جميع الظروف. أتعامل مع الصعاب بحنكة كبيرة. أعلم أن المصاعب وجدت لتجعلني أقوى. أتحدى نفسي وأضع مهاراتي في اختبار مستمر. أنا ناجح. أحصل الآن على عمل رائع. لدي كل المؤهلات للحصول على أفضل وظيفة. أشتغل في المجال الذي يواتيني. عمل رائع يأتيني في الوقت المناسب. أستحق الحصول على الوظيفة التي أحلم بها. مسار مهني زاهر في انتظاري. أحصل الآن على الوظيفة التي أحلم بها. حياتي تتطور إلى الأفضل باستمرار. أتسلق أدراج التقدم بثبات. أترقى في وظيفتي بسرعة فائقة. لدي مهارات كافية للحصول على أفضل وظيفة. أسخر معارفي ومؤهلاتي للقيام بعمل متقن. الكل يحترم التزامي في العمل. أحصل على راتب كبير من الوظيفة التي أمارسها. أتلقى راتبا كبيرا لأنني أستحق. أساعد زملائي دائما. الناس منبهرون من إتقاني وتفاني بالعمل. فرص مدهشة في انتظاري. أعيش بنجاح دائم. أعمالي تحقق لي الوفرة في حياتي. الأمور دائما تنقلب لصالح. أعيش في عالم مليء بالفرص المتجددة. أعيش في حقل شاسع لفرص كثيرة وكبيرة. أستمتع بعملي كل يوم.
أفتخر بوظيفتي، أحقق النجاح تلو الآخر. ثقتي بنفسي تسهل علي الحصول على العمل الذي أريد. مساراتي المهنية مصدر للافتخار. مساري المهني مدهش على كل المستويات. أنا متناغم مع طاقة الوفرة. أنا إنسان محظوظ. المال والوفرة ينجذبان نحوي. أنا مغناطيس للنجاح. أنا مغناطيس للمال. أحصل على راتب كبير من الأعمال التي أمارس. أحقق حلمي بالحصول على الوظيفة التي أريد. عملي يسهل علي حياتي. عملي يوفر لي الحرية. الوظائف تعرض علي وأنا أختار ما أحب. أجذب العمل المناسب لي تماما. أوظف ما تعلمت لأحقق الأفضل في مساري المهني. لدي الوقت الكافي لتأدية واجبي والاستمتاع بحياتي. أنا إنسان متقن لعملي. أستمتع بعملي كثيرا. أتقن مجالات متعددة. تجاراتي رابحة. عملي الجديد متناسب مع أهدافي. عملي الجديد متناسب مع رؤيتي للحياة. أنا متناغم مع طاقة النجاح. أنا متناغم مع طاقة المال. أنا متناغم مع الطاقة الإيجابية الكونية. أحمد الله دائما وأبدا. الله يساندني في كل ما أفعل. الله يسخر لي خيراته. أشكر الله على فضله علي. أعلم أن وظيفة أحلامي في انتظاري. لدي المميزات الأفضل للفوز بالوظيفة التي أريدها. عملي يوفر لي أرباحا كبيرة. ينتظرني مسار مهني مدهش. تجارتي توفر لي الوفرة والغنى. أسمح الآن باستقبال العمل الذي أحلم به. أصنع الحياة التي أتخيلها. أنا أعيش أحلامي الآن. أنا قادر على تحقيق أحلامي في الواقع. أجذب جميع الظروف وظروف النجاح. أساعد الناس بعملي. أساعد الناس بمالي. المال ينهمر علي في حياتي. عملي يفتح لي آفاقا كانت مخفية عني. ما أروع طعم النجاح. أوفر لنفسي كل ما أريده. أوفر لأسرتي وأحبائي كل ما يحتاجون. الوفرة في طريقها إلي. أتخيل ما أريد وأحصل على ما أريد. أنا ملك حياتي في هذا العالم. عملي يناسب تطلعاتي. أتعلم باستمرار.
في كل يوم أضيف معارفا جديدة لرصيدي. أحب تأدية واجبي باستمرار. أقوم بتحليل دائم لمعارفي. أستطيع التأقلم مع جميع الظروف. أتعامل مع الصعاب بحنكة كبيرة. أعلم أن المصاعب وجدت لتجعلني أقوى. أتحدى نفسي وأضع مهاراتي في اختبار مستمر. أنا ناجح.